بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي، نستأنف مع الصفحة رقم 28. في أول الصفحة كما نرى عندنا لو بريزون دو لانديكاتيف دو كيلكو فيرب. دو كيلكو فيرب، لو بريزون يعني الحاضر، دو كيلكو فيرب لبعض الأفعال. انديكاتيف تأتي من فعل انديكي، انديكي يعني أنه يدل. يمكن أن نقول مثلا انديكي مو لو بلي جون دو سي تخوا زوم. Indiquez-moi le plus jeune de ces trois hommes. Indiquez-moi le plus jeune de ces trois hommes. دلني على الأصغر من بين هاد ثلاثة رجال. من بين هؤلاء الثلاثة رجال. من الأصغر فيهم سنا. Indiquez-moi le plus jeune de ces trois hommes. إذن عندنا الظرف indiquer يعني دل. Indicatif في المؤنث نقول indicatif يعني أنها دالة. المقصود أنها تدل على شيء معين. نتكلم بمعنى آخر عن أدجكتيف، نتكلم عن وصف. من جهة أخرى نتكلم عن أنديكاتيف كإسم، من جهة أخرى نتكلم عن أنديكاتيف كإسم. وهذا ستامود، هذا ستامود دي فاب كي بريزونت ليطا لاكسيون كوم إن رياليتي. إذن هذا نوع من الصرف للفعل، يدل على ماذا؟ يدل على الحالة. كي بريزونت ليطا لاكسيون كوم اون رياليتي. اذا هاد الانديكاتيف المقصود به واحد المود، واحد النوع ديال الصرف تتنضوي تحت منه واحد المجموعة ديال الازمنة اللي تجمع بين كل هاد الازمنة المنضوية تحت هاد الانديكاتيف، هو انها تدل على ليطا، تدل على الحالة، ثم تدل على لاكسيون، تدل على الفعل. كوم اون رياليتي، كوم اون رياليتي يعني كحقيقة. ملي تنتكلم على واحد الحالة تنتكلم عليها كحقيقة، لا نتكلم عن هاد الحالة نظنها أو نقترحها أو نفترضها أو نتوهمها، بل هي حقيقة واقعية. عندما نتكلم عن واحد الحالة وبأنها موجودة حقيقة، سواء أنها موجودة الآن أو كانت أو ستكون، إذن هنا نتكلم عن لانديكاتيف. إذن ملي تنصرف واحد الفعل وتيدل لنا على واحد الحقيقة في الماضي في الحاضر في المستقبل، طبعا لو مود اللي غيشمل لنا هذا المعنى هو لو مود انديكاتيف. طبعا من حيث الصرف، عندما نتكلم عن كلمة انديكاتيف، التعريف العام لهذا المود هذا اللي هو لو مود انديكاتيف، وهو أنه تدل على الحقيقة، لا يدل على شيء نتوهمه أو نعتقده أو نظنه أو نفترضه، بل يدل على حالة أو على فعل حقيقي يقع في الواقع، يقع فعلا على الأرض. إذا نتكلم عن الانديكاتيف. إذا عندما نتكلم عن لو بريزون دو الانديكاتيف نتكلم عن الحاضر ولكن الواقعي. إذن لو بريزون دو لانديكاتيف دو كيلكو فيرب لبعض الأفعال. جوبساف إي جو ديكوفر، أنا ألاحظ وأنا أكتشف. إذن في أول النص كما نرى عندنا نصوم أون كلاس، نحن في القسم أو نحن في الفصل. نوتر بروفيسور نو بريزونت إن نوفيل إليف، نوتر بروفيسور نو بريزونت إن نوفيل إليف. إذن أستاذنا أو أستاذتنا يقدم لنا أو تقدم لنا إن نوفيل إليف، تلميذة جديدة. ماذا قال هذا الأستاذ في تقديمه؟ ملكة فوتخ نوفيل كاماراد دو كلاس، ملكة هي صديقتكم الجديدة للقسم، يعني في القسم. إل أ فوتخ آج، إل أ votre âge، هي عندها سنكم، المقصود أنها عندها نفس السن ديالكم. elle a votre âge. elle vient d'une école rurale. elle vient هي تأتي، elle vient المقصود أنها جاءت. ولو أن le verbe venir كان في البريزون، طبعا في هذه الفقرة سنتكلم عن le présent على الحاضر من حيث الكتابة، طبعا في الغالب أنه يتكلم عن الحاضر، ولكن
لو بريزون تجاوزا، طبعا في حالات اخرى ممكن انه يعبر عن الماضي. Elle vient d'une école rurale. هي طبعا عندنا هنا هي تأتي الآن. D'une école rurale. من مدرسة قروية. المقصود بمعنى آخر بأن جاءت من مدرسة قروية، يعني أن جاءت من واحد المدرسة كاينة في البادية. إذا طبعا حتى ولو أننا استعملنا لو فيرب venir في البريزون فهو ضمنيا تعني الماضي، يعني من حيث الكتابة كما عندنا هنا elle vient d'une école rurale، هي تأتي من مدرسة قروية. ولكن المقصود بها واش هي فعلا يلا جات دابا؟ راه المقصود بها بأن جاءت قبل وقت. elle vient d'une école rurale، هي جاءت بمعنى آخر من مدرسة قروية. ولكن احنا غنناقشوا الفعل هنا كما هو في الكتابة، المقصود أننا غنتكلم على لو بريزون كما سنرى في الفقرة. إذن جولي لو بيتي تكست، أنا أقرأ لو بيتي تكست، أنا أقرأ النص الصغير. جو غوليف، وأنا أستخرج لو فيرب كونجوغي، وأنا أستخرج الأفعال المصرفة. جو تخوف لو انفينيتيف، جو تخوف أنا أجد، هذا لو فيرب تخوفي. جو تخوف leur infinitif وأنا أجد أصلها. المقصود غادي نوجد الصيغة ديال هاد الأفعال ملي تتكون باقا ما مصرفهاش. إذا جولي لو بيتي تكست إي جو غوليف لي فيرب كونجوغي جو تخوف leur infinitif. إذا أنا أقرأ النص الصغير وأستخرج الأفعال المصرفة. جو غوليف لي فيرب كونجوغي، ومنها كلمة لا كونجوغيزون، ومن كلمة لا كونجوغيزون يعني الصرف. جو تخوف لوغ انفينيتيف، جو تخوف لوغ انفينيتيف، انا اجد اصلها. بحال تنتكلمو مثلا على انا اكتب، اش من فعل هذا؟ هذا فعل كتابة، طبعا بالمقارنة باللغة العربية فعل كتابة، هاد كتابة هي اللي تنعنيو بها في اللغة الفرنسية لانفينيتيف، يعني اصل الفعل، تيكون الفعل باقي ما مصرفش. طبعا كتابة ممكن أننا نقول هو كتابة، يعني تجي نفس، يعني هو كتابة في الماضي. طبعا كما تلاحظوا بأن كتابة تجي بحال الأصل ديال الفعل، تنقولوا فعل كتابة أو نقول هو كتابة. النطق ديال الفعل فالأصل ديالو توافق واحد الصيغة تجي في الماضي، هو كتابة. طبعا في اللغة الفرنسية ممكن أننا نجد مثل هذه المصادفة ولكن بشكل آخر. الفعل ممكن أنه يكون في أصله ولكن تعني معنى آخر. اللي تهمنا هنا وهو أننا غنلقاو الأصل ديال الفعل. طبعا في اللغة الفرنسية الأصل ديال الفعل تيكون بواحد الشكل معين. في اللغة الفرنسية الأصل ديال الفعل عندما لا يكون مصرفا يكون بواحد الشكل معين، يكون بشكل معين حسب انتماء هذا الفعل للمجموعة الأولى، للمجموعة الثانية، أو للمجموعة الثالثة. بالنسبة للأفعال المنتمية للمجموعة الأولى كلها تكون منتهية بأر، تكون منتهية بأر. مثلا لو فيرب بارلي، بارلي كما تنشوفو لو فيرب بارلي هذا فعل تكلم، لو فيرب مانجي هذا فعل أكل. لكن مثلا فينير، إذا هذا الفعل ينتهي بإر ولا ينتهي بأر. إذن هذا طبعا كما يبدو أنه ينتمي للمجموعة الثانية، ولكن تبقى واحد الاختبار آخر. من حيث البداية فالنظرة ديالنا الأولى تبان بأنه تنتمي للمجموعة الثانية، لأن المجموعة الثانية من الأفعال في اللغة الفرنسية كلها تنتهي بإر. لكن الأفعال المنتمية للمجموعة الثانية إذا قلبناها في الصرف ديالها، في المنجد مثلا ديال الصرف، غلقوا بأنها في البخيزو مثلا مع نو، مع فو، مع إيل أفك أس، أو في حالة لو جيرونديف، يعني كما لو نقول اسم الفاعل، نقول مثلا أون بارتون. إذا لو جيرونديف المقصود به هي واحد الصيغة في قواعد اللغة، هي واحد الصيغة في لاغرامير، ملي تتكون عندنا أون زائد لو بارتيسيب بخيزو، زائد لو بارتيسيب بخيزو، ماشي لو بارتيسيب باسي.
لتكون مثلا في الباسي كومبوزي او في البليس كو بارفي الى اخره. تنتكلموا على لو بارتيسيب بريزون. اذا لو جيرونديف نقول مثلا ان بارلون هادي بارلون هذا لو بارتيسيب بريزون ديال لو فير بارلي. ان مارشون هادي مارشون هذا لو بارتيسيب بريزون دو فير مارشي. ولكن الصيغه ككل ان مارشون هادي تسمى لو جيرونديف. مثلا ان بارلون هادي كلها ان بارلون هاد الصيغه ككل تسمى لو جيرونديف. نرجعوا للافعال اللي تنتمي للمجموعه الثانيه في الصرف ديالها مثلا في البريزون او في لامبارفي او مع لو جيرونديف تنسمعوا القراءه ديال دوزاس. تنسمعوا دوزاس بحالاش الا خدينا لو فيرب بارتير. هاد لو فيرب بارتير تنتهي بي ار ولكن في الصرف ديالو في البريزون مثلا الا خدينا كمثال غنقولوا نو بارتون. سنقول نو بارتون ولا نقول نو بارتيسون. ففي الصرف ديال هذا الفعل مع نو مع فو مع إل افيك اس نقول مثلا نو بارتون ولا نقول نو بارتيسون. بحيث اننا لو لقينا في الاصل ديالو في المنجد في الصرف ديالو العادي المتداول لو لقينا نو بارتيسون غنقول هذا الفعل تنتمي للمجموعه الثانيه. ولكن حنا قلبنا ولقينا نو بارتون اكيد غنزيحوه للمجموعه الثالثه ما غيبقاش في المجموعه الثانيه. علاش؟ ما غيحققش هنا الشرط الثاني. حقيقه هو عنده اي ار اذا هو حقق الشرط الاول ولكن مع الصرف ديالو ما سمعناش مثلا نو بارتيسون بل سمعنا نو بارتون. اذا ما سمعناش هاد دوزاس اذا حنا غنحولوه للمجموعه الثالثه. الا خدينا مثلا لو فيرب فينير. لو فيرب فينير اذا طبعا سنقول ماذا؟ لو فيرب فينير كما تنشوفوا عنده اي ار كما تنشوفوا عنده اي ار على فاه. اذا الفعل في الاصل ديالو هو فينير. في البريزون ماذا سنقول؟ في البريزون سنقول جو فيني تو فيني إل فيني. ولكن مع نو نو فينيسون مع فو فو فينيسي مع إل افيك اس إل فينيس. اذا فهو حقق الشرطين الاول عنده اي ار والشرط الثاني عنده دوزاس مع نو مع فو مع إل. اما في لامبارتي فخلاص يعني اننا تلقاوها مع الصرف كله. تنقولوا جو فينيسي تو فينيسي إل فينيسي نو فينيسيون فو فينيسي إل فينيسي. اذا لو فيرب فينير تنتهي بإي آر وفوق هادشي كله تيجيب لينا هاد دوزاس تنسمعوها في الصرف. اذا فهو تنتمي للمجموعة الثانية. طبعا المجموعة الثالثة تجمع الأفعال اللي عندها إي آر وما حققتش هنا الشرط الثاني اللي هو دوزاس كما قلنا، ثم أنها تجيب بقية الأفعال. المجموعة الثالثة تضم بقية الأفعال، الأفعال اللي عندها دي آر أو بحال بخوندر بحال كومبخوندر، الأفعال اللي عندها واغ بحال بوفوار، الأفعال اللي عندها إي آر أو بحال إيكخيغ أو ليغ إلى آخره. المجموعة الثالثة تضم بقية الأفعال كلها. المجموعة الثالثة تضم كل الأصناف ديال الأفعال اللي ما مقبولاش في المجموعة الأولى واللي ما تقبلاتش في المجموعة الثانية. إذا هذه بصفة عامة صياغ الأفعال في الأصل ديالها والمجموعات المنتمية لها. إذا هذه بصفة عامة كيفاش تتصنف الأفعال في اللغة الفرنسية. إذا نعود للنص الذي عندنا هنا. جو لي لو بيتي تكست إي جو غولوغ لي فيرب كونجوغي جو تخوف لوغ انفينيتيف. نبخونو لا بخوميييغ فخاز. نأخذ الجملة الأولى نصوم أون كلاس. هو لو فيرب إيسي. أين هو الفعل هنا؟ هو لو فيرب دون سيت فخاز. لو فيرب سي صوم. سي لو فيرب اتر. لو فيرب اتر. لانفينيتيف دو صوم سي اتر. إذن الأصل ديال الصوم هو اتر. نو باسون على دوزيام فخاز. نوتر بروفيسور نو بريزونت اون نوفيل إليف. نوتر بروفيسور نو بريزونت اون نوفيل إليف. ألوغ هو لو فيرب دون سيت فخاز. أين هو الفعل؟ لو فيرب بيان سور سي بريزونت. سي بريزونت. L'infinitif de présent, c'est présenté. L'infinitif de présent, c'est présenté. Et dans l'asl diel, présente ou présenté. Et donc, comme tu l'as dit, le verbe présenté, tu intermènes le mjmoua, h min mjmoua, le verbe présenté appartient à quel groupe? Il appartient au premier groupe. Et dans l'outil intermènes le mjmoua l'oula. Par contre, le verbe être appartient au troisième groupe. إذا لو فيرب إتر تنتمي للمجموعة الثالثة.
لو فيرب اتر تنتمي للمجموعة الثالثة لأنه ما تنتهيش بأو إغ ولا بإي إغ. بلا ما نقلبو بطبيعة الحال الشرط الثاني، إلا خدنا لو فيرب اتر طبعا بين ما تنتميش للمجموعة الأولى، علاش؟ لأنه ما تنتهيش بأو إغ. ثم غنقلبو واش ينتمي للمجموعة الثانية، طبعا ما عندوش إي إغ. بلا ما ندوزو للشرط الثاني، أكيد أنه غينتمي للمجموعة الثالثة. لو فيرب اتر أبارتيان أو تخوازيام جروب، لو فيرب بريزونتي أبارتيان أو بروميي جروب. سي نو باسون لا تخوازيام فراز، ماليكا إي فوطخ نوفيل كاماراد دو كلاس. ماليكا إي فوطخ نوفيل كاماراد دو كلاس. ألوغ هو لو فيرب إيسي، هو لو فيرب دون سيت فراز. لو فيرب بيان سور سي أي، لو فيرب سي أي، إذا الفعل هو أي. بيان سور سي لو فيرب إتر، سي لو فيرب إتر. إذا نقول في البريزون ماذا؟ نقول جو سوي، توي، إلي أو إلي، كما عندنا هنا نصون، كما عندنا في أول النص نصون، فوزيت، إلسون. ثم أبخي كيسكونا؟ أنا إل أ فوطخ آج، إل أ فوطخ آج، هو لو فيرب دون سيت فراز. إل أ فوطخ آج، إذا ما هو الفعل هنا؟ لو فيرب سي أ، لو فيرب سي أ، إذا هاد أ هو الفعل. إيش من فعل هذا؟ سي كيل فيرب؟ سي لو فيرب أفواغ، سي لو فيرب أفواغ، هذا فعل أفواغ. إذا لو فيرب أفواغ في البريزون ماذا نقول؟ نقول جي تيا إل أ، إل أ، كما عندنا هنا إل أ، نو زافون، فو زافي، إيلزون، ماشي إيلسون، كما شفنا مع إتر، إيلزون. هاد أون ما عندهاش إس، دون سيت فراز، لو فيرب سي أفواغ. نو باسون أ لا ديغنييغ فراز، إل فيان دون إيكول رورال، إل فيان دون إيكول، هي تأتي من مدرسة، رورال يعني قروية. هو لو فيرب دون سيت فراز، أين هو الفعل في هذه الجملة؟ لو فيرب سي فيان، إل فيان، سي كال فيرب، أي فعل هذا؟ كالا لانفينيتيف دو فيان، ما هو أصل هاد فيان؟ لانفينيتيف سي فينيغ، سي لو فيرب فينيغ، هذا فعل جاء أو أتى، هي جاءت أو أتت، إل فيان دون إيكول رورال. إذا كخلاصة Nous sommes en classe. Le verbe c'est somme, c'est le verbe être. Notre professeur nous présente une nouvelle élève. Le verbe c'est présente, c'est le verbe présenter. Malika est votre nouvelle camarade de classe. Malika est votre nouvelle camarade de classe. Le verbe c'est le verbe être. Elle a votre âge. Le verbe c'est a, c'est le verbe avoir. Elle vient d'une école rurale. Le verbe c'est vient, c'est le verbe venir, c'est le verbe venir. Et après on a je dis à quel temps ils sont conjugués et je souligne leur terminaison. Je dis à quel temps ils sont conjugués et je souligne leur terminaison. Et donc je dis انا اقول طبعا قبل راينا je lis. طبعا في الجمله اللي شفنا قبل شفنا je lis انا اقرا. هذا لو فيرب لير، هنا عندنا جودي، جودي أنا أقول، هذا لو فيرب دير، هذا لو فيرب دير، هذا فعل قلق. جودي أكيل طون، أنا أقول في أي زمان، أكيل طون، في أي زمان. إيل سون كونجيكي، يعني هم مصرفين. إذا غنقول أش من زمان هم مصرفين، هاد الأفعال اللي لقينا الآن. إي جو سولين لوغ تيرمينيزون، وأنا أسطر نهاياتهم، وأنا أسطر على نهاياتهم، يعني النهايات ديالهم اللي تتغيروا غنسطر عليها. إي جو سولين لوغ تيرمينيزون، وأنا أسطر نهاياتهم، المقصود أنني سأسطر على نهاياتهم. إذا عدنا إلى جدول الصرف الخاص بهذ الأفعال، غنلقاو بأن هذ الأفعال كلها مصرفة في البخيزون دو لانديكاتيف، يعني أنها مصرفة في الحاضر. إذا أقول جو سوي توي إلي نصوم فوزات إلسون، إذا أقول نصوم فوزات إلسون. ثم لو فيرب بريزونتي أقول جو بريزونت تو بريزونت إل بريزونت نو بريزونتون فو بريزونتي إل بريزونت. إذا لو فيرب بريزونتي في البريزون دو لانديكاتيف يصرف بهذا الشكل. ثم عندنا
طبعا مع ملكة ذكرنا فيما سبق جو سوي تيي إيلي إلي نوس سوم كما رأينا في أول الجملة هذا لو فيرب إتر ثم عندنا لو فيرب أفواغ أقول جي تيا إل أ نوز أفون فوز أفي إلز أون ثم لو فيرب فينير أو بريزون أقول جو فيان تو فيان إل فيان نو فينون فو فيني إل فيان إل فيان طبعا بالنسبة لو فيرب إتر تتغير ككل كما تنشوفو جو سوي تيي يعني الفعل تغير ككل إلي نصام الفعل عود تقلب وتغير ككل فوزات إذن الفعل أيضا خدا صيغة أخرى بالمرة مع الضمير إذن كما تنشوفو بأن الفعل تتغير ككل فهاد الحالة ديال هاد الفعل ما عندناش واحد لو غاديكال ديال الفعل تيبقى ثابت وعندنا لا تيرمينيزون يعني تنشوفو بأن الفعل تتلون ككل إلا خدينا لو فيرب بريزونتي لو فيرب بريزونتي طبعا تنقولو جو بريزونت تي بريزونت إل بريزونت إذا كما تنشوفو بأن الفعل تتبقى عندو هاد بريزون إلى حدود الطي ثم تيكون عندنا واحد لي تيرمينيزون من بعد منها تتغير مع كل ضمير تتكون عندنا أ تتكون عندنا أو إس تتكون عندنا أ تتكون عندنا أو إن إس تتكون عندنا أو زاد مع فو تتكون عندنا أو إن تي مع إل أفيك إس إذا هادو هما لي تيرمينيزون بالنسبة الاتر كما قلنا بانه تتغير كليا ثم افوار نفس الشيء تنقولوا جا تيا ايل ا نو زافون و زافي ايلزون اذا الفعل تقريبا تتغير ككل ثم الى خدينا لو فيرب فينير طبعا كما نلاحظ بان لو فيرب فينير في البريزون جميع الاحرف تتغير الا حرف واحد اللي هو حرف الفي طبعا مع ج لا تيرمينيزون اللي عندنا اي او ان اس مع تي اي او ان اس مع ايل اي او ان تي مع نو او ان او ان اس مع فو او ان او زد مع ايل افيك اس اي او دو زان او ان تي صرف لو فيرب فينير في البريزون الثابت الواحد منه على طول الصرف هو حرف في كل احرف تتغير الا في اذا هادو هما النهايات طبعا فيما تيكون عندنا صرف ديال شي فعل تلاحظوا بان الفعل تنقسم على جزئين تيكون عندنا واحد الجزء ما تيتغيرش من الفعل على طول الصرف مع كل ضمائر هو عندنا واحد الجزء منه تيتغير مع كل ضمير كما لاحظنا الان الجزء اللي ما تيتغيرش تيتسمى لو راديكال والجزء اللي تيتغير مع الصرف ديال الفعل مع هاد الضمائر هذا تيتسمى لي تيرمينيزون اذا في الحاله اللي عندنا هنا مثلا لو فيرب بريزونتي غنسطر على او نوتر بروفيسور بريزونت كما نقول il présente اذا سنسطر على او elle vient في حاله لو فيرب فينير في البريزون اي او ان تي اذا هادو هما لي تيرمينيزون التي سنسطر عليها هذه نهايات الفعل مع il في البريزون والتي سنسطر عليها بالنسبه لبقيه الافعال اللي عندنا في النص الصغير إذن كلها كما لاحظنا تتغير إذن في هذه الحالة ممكن أننا نسطر على كل صيغ الفعل ما دامت أنها تتغير كليا نستأنف في الحلقة القادمة حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.